السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في الفيديو. نشرح لكم فيه الطريقه ديال الفلاش ديال بيناكل الترا اي بي 9500 اتش دي ولاكتيفاسيون ديال الاي بي تي في. اول حاجه نديرو فلاش في اليو اس بي ونبرونشيو في بي سي في ريسيبتور، ومن بعد غنجيو نبركو على ميني. غادي نمشيو لعند ميزاجور، هي ابديت. هنا غادي نبركو على اوكي باش ندخلو. غادي نلقاو اليو اس بي ندخلو لها. هنا غادي ندخلو داك الاس دي ا واحد، هي ديال اليو اس بي ديالنا. وهنا غادي نمشيو نختارو الفيشي ديالنا نبركو عليه وهو داك يدوز عادي. غادي نبقاو كنتسناو حتى يرو ديماري وغادي كملنا الفلاش. نتسنى واحد شويه هنا غيرو ديماري هو تعالى يزيد يكملنا الفلاش. هذه وزات المراحل. هذه الطريقه ديال الفلاش اللي وريتكم دابا ديال الريسيبتور، يكون شاعل كيكون خدام يعني، وكندخلوا للمينيو ونديروا ميساجور. كاين بعض المرات كيكون الريسيبتور طافي ما عندناش كيفاش نديرو ندخلو لداخل باش نفلاشيوه. هذيك الطريقه واحده اخرى ان شاء الله في فيديو اخر نشرحها لكم. هكا دابا هو سالا يرجع يشعل. اولا دابا عطانا هنا، ندخلو دابا باش نمشيو للبلاصه ديال لاكتيفاسيون ديال الاي بي تي في. هنا غادي نبركو على ميني وبقاو نكحتو بالجنب حتى نوصلو لعند سمارت. هاياك سمارت فيزيون، كاين كتكون هكا في الحمر فيزيون، هكا كاين اللي كتكون مكتوبة فيها سمارت. نعم نبركو عليها اوكي وندخلو الكود اللي عطانا السيد اللي شرينا من عندو ريسيبتور وغي تاكتيف لنا الاي بي تي في. وهكا غنكونو سالينا الشرح ديالنا. وما تنساوش الاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما الجديد، وجي نبارطاجو الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله.